وإذا العيون تحدثت بلغاتها، قالت مقالاً لم يقله خطيب. العيون أنواع، ولكل نوع سماته التي تميزه وتمنحه طابعه الجمالي الخاص. العيون العميقة تتميز بكونها ضيقة وتوجد في عمق الجمجمة، ما يعطي إيحاء بأن هناك عظاماً أكبر عند الحاجب. العيون الأحادية ميزتها أنها مسطحة ولا تجاعيد كثيرة فيها، وعظام الحاجب أقل ظهوراً. العيون المغطى تتميز بوجود طبقة إضافية من الجلد تتدلى فوق التجعد، ما يظهر غطاء أصغر فوق العين. العيون الجاحظة ميزتها امتلاك انتفاخ كبير ما يسهل تزيينها. أما العيون المقلوبة للأسفل أو للأعلى حيث تنخفض أو ترتفع عند زاويتها الخارجية. العيون المغلقة والواسعة حيث تكون المسافة بين العين المغلقة ضيقة بينما تتسع بين العينين.